بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. لن تنسى الحين أبدا 27 فبراير 2019. في ذلك اليوم سحقت القوات الجوية الباكستانية جنون الحرب في الهند، والحق إصابات لا تزال حية حتى اليوم في 26 شباط فبراير 2019. واستنادا إلى هجوم بولواما، نفذت الهند عملية جبانت على بلاكوت باسم عملية بندر، وبعد 32 ساعة فقد دخل سلع الجو الباكستاني بشكل غير قانوني إلى جموا وكشمير التي تحتلها الهند وحسمها. الدفاع الجوي الهندي لم يفشل فحسب، بل استحدث أيضا منشآت عسكرية هندية مهمة، وأسقطت باكستان طائرتين تبعتين لسلا الجو الهند، وأظهرت حكومة مودي الفاشية في وضع النار. استشهد 5 أشخاص وأصيب 16 بجروح بانفجار في منطقة ركني بازار في برخان. وبحسب إدارة المنطقة، تم تركي مادة متفجرة في دراجة بخارية، وتم نقل 10 من الأصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى دير غازي خان. بدأ التحقيق. وإدانة الحادث وجهه رئيس الوزراء بلوشستان بإعادة تقييم الخطة الأمنية. ندأ رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في تشكيل الذي وقع في ركن بازار، معاربا أن حزنه على الخسائر في الأرواح الغالية وتعاطفه مع الأهالي. ودان الرئيس الدكتور عارف علوي الانفجار بكلمات شديدة، معاربا أن أسفه لخسائر في الأرواح الغالية. أدانت وزير الداخلية الاتحادية رنا سعناء الله بشدة الانفجار، وقالت إلى الإرهابيين إعادة السلامة النية في بلوشستان ولا ينجحوا أبدا في أهدافهم الشأنيه. فتحت تركيا تحقيقا مع المسؤولين عن استخدام مواد المحتوي في المباني التي دمرها الزلزال. وقال في تصريحات متلفزة إن من بين المتعاليين مقابلة البناء وإصحاب المباني ومديرين. من الجهة الأخرى، تتواصل عمليات الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتم إرسال خيام ومواد غذائية أخرى لضحايا من دول مختلفات. وصلت إلى دمشق مساعدة لضحايا الزلزال في سوريا من الاتحاد الأوروبي. مفوديات الاتحاد الأوروبي تشمل المساعدات المرسلة، الخيام ومعدات الحمانية ومواد للحماية من البرد. وصلت إلى تركيا 21 شاحنة محملة بمواد الإغاثة من باكستان، منها 175 طنا من البضائع تشمل البطانيين وخيام ومواد أخرى. أرسلت الحية الوطنية لإدارة الكواسر البضائع لإيران في 11 فبراير. استقبل نائب رئيس بلدية مدينة ميلاتية في تركيا وممثل وكالات أخرى قافلة الأتراك، كما غادرت رحلتان أخريان إلى تركيا مع إمدادات الإغاثة. تم إرسال 113 خيمة بتعايرة من إسلام آباد، بينما تم إرسال 129 خيمة في 4000 ثانية بشحنات مستأجرات من اللاهور. باكستان سترسل المزيد من المساعدات عن طريق البحر. ثم أوقد اجتماع في إسلام آباد حول استخدام طلبة السيرة الذاتية لتأشيرة السعودية، وخدم مسؤولين من وزارة الخارجية السعودية وممثل مكتب الأمانة إيجاز بشأن التطبيق. وسيتم تأجاج من إجراء القياسات الهوية من خلال الهاتف المحمول. تطبيق اسم تأشيرة المملكة العربية السعودية يتم أخذ بالسماعات السابع ومسحها دوائيا. وصلت الشرطة الهندية سلسلة عمليات البحث والاعتقالات في جموا كشمير المحتلة. وفقا لخدمة كشمير العالمية، تم القبض على الشباب محمد رافي بموجب قانون بلاك لو اسلام الامن في المنطقة بنوشت اثناء اجراء عملية بحث مشتركة بالقرب من جسر، والرشاد العمل على الطريق جامو بونش السري من منطقة راجواري. وفي حادثة اخرى قبل مقتل مجهول
المسؤولين برئاسة عهدس بنك يدعي سانجي بالنذر في منطقة بولواما. وتباقت أناس من القوات الهندية المنطقة وفتشت من المنزل إلى منزل القبر على المهاجمين. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.